عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غادي نفصل معاكم هذا البينوار. هذا بينوار قصير، هيكون بالبودي ديالو بالسروال. غندير البينوار في هذا اللون كما كتشوفوا معايا هنايا، جاي بحال البلوسيه، بحال فيه بحال الزرقيه، وهذا بلوماري. غندير به البودي والسروال. هذه راها التوب ديال الموبرا، هنايا راه كتيري هاد الموبرا. وهذا التوب ديال الكانيش ديال البينوارات في البرد، ونديرو هكايا نطويو على جوج. خلاص كنديرو له هكايا هاد الاتجاه ديال الشعره ديالو، كتكون كتهبط لتحت هكايا، ما تكونش كطلع عكس. شتي فاش كتديري راه كتعطي جوج لوان، يكون هاد الاتجاه هذا. دائما نجي نفصلو هاد التوب هذا، ردو بالنا من الشعره ديالو، بحالو بحال الموبرا داير. نجي ندير التوب على جوج ونولي نطوي هكا على ربعه. صافي غادي نخلي هنا واحد البينوار، راه كيكون واحد فوق واحد، كيكون كروازي. غادي نخلي هنايا واحد 6 ديال السنتيم ولا 7 ديال الكروازي، يمكن لكم تخليو كثر الا بغيتوه يجيو كروازي بزاف، يجي واحد فوق واحد بزاف. يمكن لكم تزيدو ديرو حتى 8 ولا 10، انا هنا غنخلي 7. نشوف، ها هي عندي 7 هنايا. دابا الطول ديالي عندي في الطول ديال البينوار عندي 107، غنحط من هذا الخط وغادي ندير 107. 107 نزيد 3 سنتيم ديال لوغلي. صافي هنا غادي نحط الكتاف ديالي، عندي في الكتاف 22، ونزيد سنتيم ديال الخياطه هي 22. نهبط هنا واحد 3 سنتيم، ندير هكا ونولي نهبط هنا 22. عندي صدر 28، غادي نحسب غير من هنا، من هاد البلاصه هادي ديال الظهر، هاد الجهه اللي مسدوده هنا هادي ديال الظهر، منها غادي ناخذ المقاصات، ماشي من هذا نخليوه ما نحسبوهش. هاد 7 سنتيم اللي درنا، عندي 28 ونزيد سنتيم ديال الخياطة هنايا. غادي نهبط هنايا البطن 14 والحوض 14، ندخل على الصدر ندخل جوج سنتيم، هنايا والحوض عندي 31، نزيد سنتيم ديال الخياطة. غادي ندير هاد النقطة هادي عند هادي، نجيب البيستولي ندير التركيز ولا نديرو غير بيديا، نوصل هاد النقطة لعند هاد النقطة، النقطة ديال دورة التركيز للبطن، ندور البيستولي ونوصل هاد النقطة ديال البطن للنقطة ديال الحوض. صافي نجي لهنا ندير 8 سنتيم ديال الدورة ديال العنق، ونهبط هنايا جوج سنتيم في ديال الظهر. صافي ونصيب بالخط هكا غير بيديا، نجي لهنا ونصيب هاد النقطة هادي لهاد 3 سنتيم اللي هبطت بيها هنايا، إلا كتبان لكم هنايا. هنا غادي ندير خط مستقيم هنايا فين شديت الطول ديالي، هنايا غادي ندير هاد الخط هذا اللي هبطت انا جوج سنتيم، غادي نديها كنيشان فهاد 7 هادي.
هنايا غادي نحيد الظهر ديالي، ساليت به دابا. غادي نجي لهنا باش نهبط الدوره ديال العنق، غادي نهبط هنا 11، هنا هبطت 11، وغادي ندي من هاد النقطه اللي علمت هنا 11، غادي ندي هكا خط لهنايا، صافي. غادي نقص هنا 2 سنتيم ديال الامام، والدوره ديال التركيز هذه ديال الامام حتى هي غادي نقص منها 2 سنتيم. دابا غنشد فين غندير الجياب ديالي، غندير الجياب هنا في الجنب، غادي نهبط هنايا 15 ولا 14، تهبطوا على حسب الطول ديال الكليانه، الا كانت طويله تهبطوا حتى ل 16. صافي هبطت هنايا 15، وغادي ندير هنايا 14، هذه الفتحه ديال الجيب هنا غتكون فهاد 14، وندخل هنا 15 ولا 5 ديال السنتيم، عفوا. غادي ندخلو اللون ديال البودي والسروال، غادي ندخلوه هنايا، صافي. غادي ندور السنتيم على التركيز ديالي، نشوف شحال فيه باش نفصل الكمام. عندي فيه 29، هنا درت التوب على 4، طويتو هنايا ديال الكمام كما كتشوفوا، ويكون عاد التوب هذا الما ديالو خاوي هنا لتحت، حيت غندير التركيز غنديرو من هنايا الدوره ديال التركيز، نديرها من هاد الجهة. هنا غادي نهبط 10، وغادي نصل هاد النقطة لهاد القنت هنا. هنايا غادي ندير الطول ديالي ديال الكمام، عندي 57 في الطول، وغادي نقص واحد 5 سنتيم، غنديرها بالباندا ديال البودي والسروال، غندير هنايا 52، 14 في هذا في الدوره ديال المونش، درت 14. ندير الدوره ديال الدراع ديالي، نشوف شحال فيها، عندها 19، ونزيد سنتيم ديال الخياطه، نهبط من هنا واحد 8 سنتيم ولا 9، وندير الدوره ديال الدراع. صافي غنجيب البيستولي وغادي ندور هكا، غادي نحطها هنايا مع هاد النقطة هادي، بهاد النقطة هادي، بهاد النقطة هادي. صافي هادو هما الكمام ديالي. دابا غندوز نفصل البودي والسروال، نفصل بعدا القب ديال البينوار. هنا غادي نحط القب ديالي، غادي ندير هنايا في الدوره ديال القب، غادي ندير 43، هذا ديال البينوار خصو يجي كبير شويه، 43 هنايا، وغادي نخلي هنايا وداك 7 سنتيم اللي خليت في البينوار ديال الكروازي، غادي نخليها هنا في البينوار، غنخليها هنا عفوا في القب، ونخلي 7 على هاد الطريقة هادي، هادي باش تجينا لاصقة مع داك مع الكروازي. دابا غادي نجي من هنايا غنحط 30 هنايا في الدوره ديال القب، هنا نحط 24، ونطلع 10 ديال السنتيم. صافي غادي نجي لهنا لهاد البلاصه هادي باش ما تبقاليش مقنته، وغندخل 5 ديال السنتيم،
هنايا، وغادي نجيب من هاد، نشد من النص وندور بحال اللي غنجيبو مدور هكا، وغادي نمشي من هنا. هنا غادي نحلو من هاد الجهة، يجيو حلول. هذا هو القب ديالي، هذا غادي هاد 7 سنتيم هي اللي غتجينا لاصقه مع داك الكروازي اللي خلينا ديال 7 سنتيم. وهذا هو القب ديالنا، غادي نفصلو له التبطين ديالو في المبره. هنايا غادي نفصل السروال، راه حطيت الثوب هنايا طويته على 4 كما كتشوفوا هنايا، طويت غير ثمن السروال اللي عندي في العرض في الحوض، وهذا خليته باش غادي نخرج البودي منه. صافي دابا غنحط العبر ديال السروال ديالي، السروال فيه 97، غندير في هذا في السروال الطول الكلي غادي ندير 101 هنايا، 101 غادي نقص 5 سنتيم ديال لاستيك، هاهي نقصها هنايا، نقص 5 سنتيم. هنايا زدت 2 سنتيم ديال لوغلي، حيت المبرة راها كتيري ماشي بحال دابا. غنجي للحوض، غادي نهبط من هنا، نمشي من هاد الخط هذا، غنخلي هاد 5 سنتيم ديال لاستيك، وغادي نهبط ندير هذا الدورة ديال الحردة. أنا هبط هنايا 28، هذا راه كيبغي السروال ديال الدار في هذا البرد كيبغي يكون طالع، ما تكونش عنده الحرده صغيوره. صافي هذه هي الحرده ديالنا، هبطنا من هذه النقطه هذه لهنايا. غنحط الحوض ديالي عندي هنايا 27، راه ما درتلهاش الحوض كبير بحال اللي درت في البينوار، نقص درت لها الجي لاصق، نجيب كولون، هي عندي هنايا 27 نيشان سنتيم ديال الخياط. من التحت غادي نحط هنا في الدوره ديال السروال في المونش، غنحط 10 سنتيم 10 نيشان بلا خياطه. هنا غادي نربط هذه النقطه هذه فين درت 10 النقطه هذه، هنا في الدورة ديال البطن غندير 25. صافي وغادي نجيب هاد الحردة هادي ديالي، غندير لها هكايا بهاد الطريقة غير بيدي ساهلة. صافي هذا هو السروال ديالنا، هاد 4 سنتيم، هاد 5 سنتيم ديال لاستيك، هادي الحردة، هذا العبار ديال الحوض هو هذا، وهذا الطول ديال السروال. جبنا المثلث هاد المسطرة وشدينا من هنا لهاد النقطة هادي، صافي هذا هو الكولون ديالنا، راه ساهل في الصاله ديالو. صافي هذا هو الكولون ديالنا. هنايا الفخاد الا بان لنا في جهه هاد البلاصه ديال الفخاد بان لي عريض، ندخل هنا واحد شويه، واحد سنتيم ولا 2 سنتيم. صافي حيت مولاتو بغاتو يجي كولون لاصق هنايا، الا بغيتي تزيدي توفي، الا كانت مولاتو بغات السروال اللي يجيها وافي من هاد البلاصه هادي، تزيدي داك الخرطه فيها شي 4 ديال السنتيم هكايا هنايا، الا بغيتي ديريها، ما بغيتيش ما ديريهاش. هنايا غادي نقص من ديال الامام، غنقص منه 2 سنتيم، وغادي نجي هنا المنتصف غادي نعلم ونهبط هنايا 3 ديال السنتيم. صافي هذا هو الكولون ديالنا، ونحيدو. هنا غندير داك الخريطه اللي قلت لكم غنلصقها تما في السروال هكايا. صافي تكون فيه واحد في العرض هنايا واحد 5 سنتيم ولا 4، غنديرو له هكايا على الطريقه هذه.
صافي ما نحلوها، تجينا هاك. دابا غندوز نصاوب فصل البودي. هذا البودي ديالي راني طاويته ب4، هنا الطول غنخلي على الطول ديالو، عندي في الطول البودي 73، وغتبقى لي هنايا 2 سنتيم ديال الخياطة. توب هنا راه طاوي على 4 كما شفتو، كديتو هنا باش يبقى لي عاود الكمال. هنا الكتاف غادي نقص لها من العبر ديال الكتاف على حساب هاد التوب هذا كيتيري باش ما يجيش الكتاف طايحين. غندير لها في الكتاف 19 ونهبط 2 سنتيم هنا الدورة د العنق، غندير لها 6 ديال السنتيم على حساب هذا كيتيري ونهبط هنا 2. صافي غادي نهبط هنايا 19 الدورة ديال الصدر، غندير 15 هنا صافي، وغادي نسال هاد النقطة مع هاد النقطة، وغندور هاد الدورة ديال التركيز ديالي غير بيدي هكايا. هادي هي الدورة ديال التركيز صافي، وغادي نسال بخط من هنا لهنا. وغادي نسال هاد 2 سنتيم لهاد النقطة هادي اللي عندي هنا الفوق. هنا الا بغيتي تدخلي شويه هنايا من في جهه البطن دخلي 1 سنتيم، حيت هذا اصلا كيجي لاصق هكايا كما قلت لكم. هذا البودي كيجي لاصق ما كيجيش واسع. غادي نحيد هذا ديال الظهر ونخلي ديال الامام، غادي نقص هنايا 6 سنتيم ديال الامام الدوره ديال العنق. صافي وغادي نقص من هنا 1 سنتيم، هذا هو البودي ديالنا. دابا غندوز فصل الكمام ونشوف شحال عندي في الدوره ديال التركيز، عندي 24. هنا الثوب راه جاني هو حدو قدو هنايا بالنسبه للتركيز، شديت هنا التركيز درت 22 في هاد البلاصه هنايا، مي غادي نقطع راه كتزاد 2 سنتيم، هي هادي كتولي لي 24. هنايا غادي نهبط ندير الطول ديالي 57 ونزيد 2 سنتيم ديال لوغلي. هذا في الدورة ديال المونش ديال الكم غندير 9 ديال السنتيم. صافي هادو هما الكميمات ديالنا. دابا غندوز باش نفصل التبطين ديال القف من هاد التوب هذا والجهه. هنا راه التوب ما كفانيش ديال هذا باش غادي ندير التبطين ديال القف، ما كفانيش على حساب باقي خصني القف والجهه والباندا ديال الكمام. غندير لها غير باندا هنايا دايره على القف تجي هنا في الواجهه باش من تقلب القف يجي بحال اللي مغلف. هنا غندير الباندا فيها 7 سنتيم، ندير هنا 7، ندير هنايا 7، غنزيد نقطع باندات اخرين باش نلصق وحده مع وحده ويجي داير لي على البينوار كامل من القدام وفي القب في الخياطه. ان شاء الله تشوفوا الطريقه كيفاش غندير لهم. هاد الباندات هادو غنشوف الا كفاوني هي هاديك، ما كفاونيش غادي نزيد نقطع شريط واحد اخر بحال هذا ونلصقو معاهم نديرو هنايا. دابا غادي نفصل داك الباندات ديال الكمام ديال البينوار من هاد الطريف هذا. هنا طويتو على 4، هاد الباندات ديال الكمام طويتهم على 4، وغادي نقطع دابا
هنا درت فيه 9 ديال السنتيم مع الخياطة، وهنا درت 19 في العرض. صافي غنحل من هنا باش يوليو لي عندي جوج باندات ديال الكمام بجوج. صافي هذه هي الباندات، ولا على هذه الطريقه هذه تخيط هادو الباندات. دابا غنفصل عاود الجوياب، هذا الطرف بقى لي غنخرج منه الجياب، غندير هنايا في العمق ديالهم غندير 30، وهنايا غندير واحد 18، وهنايا غادي نخرج هنايا زيرو، غندير هكايا على هاد الطريقه هادي، غنجيبو بحال لي مدور هكا. صافي نخرج لهنايا، هذا هو الجيب ديالي. فاش غنحطو نخيطو هاد البلاصه هادي غنهبط منها واحد 3 سنتيم، غنخليها الفوق نخيطها مع الثوب. وهنايا غادي نخلي الفتحه ديالي ديال الجيب 14 هي هادي، هادي غتبقى فتحه، وهاد البلاصه هادي هي اللي غتبقى فين تحطي البزطام ولا تحشي يدك، وهاد البلاصه هادي غتبقى الفوق هاد 3 سنتيم. هذا هو الجيب ديالي. صافي هذا هو الجويب ديالنا، وغندير داك الفتحه ديال الجيب غندير لها الباندات، نخيط معها الباندا ديال، نديرها على هاد الطريقه هادي. صافي باندا فيها غير 3 سنتيم بالخياطه بكلشي، يكون فيها 3 ديال السنتيم بحال هاد الطريقه هادي. غادي نزيد نفصل وحده اخرى تكون كتيري على هاد الجهه هادي. شوف هذا البينوار ديالنا، راه فصلت هنايا الحزام دير في العرض ديالو 10 سنتيم، وهذا صافي. لا عجبكم الفيديو وعجبتكم الطريقه ديال الفصاله، جاكم ساهل، ما تنساوش تدعمونا.